نتعرف بحضرتك؟ الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ السكر والغدد الصماء بجامعة المنصورة. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، كنا حابين نعرف من حضرتك، مريض السكر أول ما بيعرف أنه عنده سكر بيبتدي يشغل فكره بقى، بيأكل إيه، يشرب إيه، إيه يتجنبه، إيه يزيد منه، فكنا حابين نعرف من حضرتك أكتر عن الموضوع ده. الحقيقة طبعا ده سؤال مهم، لأن كل مرضى السكر في الحقيقة بيسألوا هذا السؤال لازم، وده سؤال مهم، لأن الغذاء السليم يمثل جزئية كبيرة جدا من علاج السكر. أنا مش عاوز أقول 50%، لا أكتر من 50%. النقطة الثانية المهمة في التغذية، إن الغذاء السليم ده هيستمر معاه طول حياته، لأن السكر ده مرض مزمن هيستمر معاه على طول، فمحتاج يعرف إن هو يأكل إيه ويشرب إيه ويمشي إزاي، ودي حاجات مهمة جدا. الحاجة الثالثة اللي بتخلي السؤال ده مهم جدا، إن الحقيقة كل الإرشادات الطبية اللي ظهرت في العالم كلها بتحط التغذية السليمة رقم واحد في العلاج. نمرة أربعة، الحقيقة إن التغذية جزء منسي، يعني جزء منسي من العلاج. فلو إحنا بدأنا نتكلم مريض السكر يأكل إيه، أنا الحقيقة بقول له العملية سهلة جدا، مفيش تعقيد، هتاكل اللي انت عاوزه بس بطريقة صحيحة هتفيدك صحيا، مش مجرد انها هتظبط السكر بس، لا هتفيدك عموما يعني. فمن النصايح الغالية لمرضى السكر الحقيقة ان هو يكتر اكل الالياف، والحمد لله الحكاية دي عندنا في مصر رخيصة جدا. الالياف اللي هي ايه بقى؟ الالياف اللي هي موجوده في الخضار والسلطه والفجل والجرجير والخس والخيار، الحاجات ديت فيها نسبه الياف عاليه. يبقى طبق السلطه ده من الاطباق الشهيه المفيده جدا لمريض السكر، بجانب ان هي بتعمل الحقيقه فوائد صحيه كتيره جدا. الالياف بتقلل نسبه الاصابه بالسرطان، بتقلل الامساك، فدي مفيده جدا. في نفس الوقت سعراتها الحراريه قليله، فما بترفعش السكر بشكل كبير. كل الارشادات العالميه دلوقتي بتقول ان في 60% من الوجبه اللي هياكلها العيان تبقى مواد نشويه. المريض يجي يقول لي انا يا دكتور من يوم ما جالي السكر ما اقعدش باكل رز وما باكلش عيش وما... لا، الكلام ده مش مظبوط. لا، ده احنا بنقول له 60% من الوجبه بتاعك هتبقى عيش وهتبقى رز وهتبقى مكرونه، لكن خلي بالك بس ان احنا الوجبات دي ما يبقاش فيها، لما نيجي نطهيها ما يبقاش فيها نسبه دسم عاليه، وما بتبقاش بالكميات الكبيره قوي، لكن بنقول تقريبا، عشان ما نقعدش نقول بالجرامات، بقول له ثلثين الوجبه بتاعك خليها مواد نشويه، ابعد بس عن المواد السكريه، لكن كل رز وكل عيش وكل مكرونه وكل بطاطس وكل بطاطا، ما فيش اي مشكله خالص، بس بدون اسراف، يعني بدون اسراف. فعلا يا دكتور، الاعتدال كمان هيحميه من حاجات تانية كتير مش بس سكر. اكيد. الحاجة التانية المهمة بقول له ايه، انت محتاج تاخد سكريات، لان الجسم محتاج سكريات، خد السكريات من الفاكهة، ودي هتبقى مفيدة جدا. اولا السكر اللي فيها جزء كبير جدا منه ما بيرفعش سعرات حرارية زي السكر العادي. نمرة اتنين، فيها كمية الياف عالية وكمية سليلوز عالية، وبالتالي الفاكهة مفيدة، لكن برضو دايما اقول القاعدة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مفيش اسراف، هتبقى الامور كويسة جدا. يبقى دي النصيحة الاولى، ان انا اكتر من الحاجات اللي فيها الياف. الحاجة التانية، اخلي تلتين الوجبة بتاعي مواد نشوية، اقلل السكريات الصناعية بقدر ما استطيع، العصاير والمياه الغازية والشوكولاتات والكلام ده. حاجة مهمة الحقيقة، والحقيقة يعني دي لابد ان احنا ننتبه ليها، خاصة مع اولادنا الصغيرين، حكاية الفاست فود هو الاكل. والكبار يا دكتور صدقني كله دلوقتي بقى يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الولاد الصغيرين دول لما يجي له سمنة وهو سنه صغير هيتعرض لمشاكل كبيرة جدا. صح. وانا الحقيقة يمكن فترة كنت في أمريكا ولقيتهم فعلا بيعملوا نصايح كبيرة جدا في وسائل الإعلام
على تخويف الناس الحقيقة من الأكل اللي هو الفاست فود ده، لأن الحقيقة في كمية سعرات حرارية عالية جدا، في كمية دهون عالية جدا جدا جدا، وبالتالي ده ضار جدا مش لمريض السكر وبس، لا لما لكل المرضى. يعني مش عاوز أسمي، لكن المياه الغازية برضو من الحاجات اللي في منتهى الخطورة، لأن الناس بتصرف في شرب المياه الغازية. والمياه الغازية يقول لي والله السنة يا دكتور بروح أشرب الدايت أو مش عارف الماكس. الحقيقة في بحث أخير طلع في مؤتمر الـ ASD اللي هو كان في أوروبا في برلين من أقل من شهر، والبحث ده عمل ضجة كبيرة. قالوا إن السكر اللي هو السكر الدايت اللي احنا بنستخدمه ده بيغير البكتيريا اللي موجودة في القولون وفي الأمعاء وفي الجهاز الهضمي، وتغيير البكتيريا دي قد يكون ضار بالنسبة للإنسان. وتفاصيل البحث مش عاوز أتعرض ليها، لكن في الحقيقة ده كلام مهم جدا، إن أنا لازم ألجأ إلى الطبيعة، الأكل الطبيعي اللي احنا بناكله، نبعد عن الفاست فود لأن ده مهم جدا 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 جدا. يبقى البعد عن الفاست فود، الاهتمام بالألياف، المواد النشوية ثلثين الوجبة الغذائية، والثلث الباقي عبارة عن دهون وعبارة عن. وعاوز أقول حاجة مهمة، الناس تروح تقول لي أنا بجيب السكيمد ميلك، بجيب اللبن المنزوع الدسم. هذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة. العالم كله متجه الآن إلى أن اللبن كامل الدسم مفيد جدا لصحة الإنسان، وأن السكيمد ميلك ده لا قيمة له، وهذا الاتجاه ماشي دلوقتي في كل بتوع التغذية بيشتغلوا بيه. طب يا دكتور معلش سؤال بس، طب بالنسبة للعصائر، يعني عصائر الفاكهة، لأن احنا اللي هيبعد عن المياه الغازية بيبقى محتاج مشروبات خلال اليوم أو كده، ياخد عصائر فاكهة بس ما يحطش عليها سكر. يعني من أفيد العصائر الحقيقة عصير البرتقال، بس البرتقال ده مفيد جدا جدا ورخيص. الجريب فروت، أي عصائر فاكهة فريش معمولة في البيت بدون مواد حافظة، أعتقد إنها هتبقى كويسة جدا جدا وكبديل ممتاز عن المياه الغازية وعن الحاجات دي. تمام يا دكتور. طب لو لقينا يا دكتور بقى مريض سكر مثالي، يعني بيعمل اللي حضرتك تقوله، ملتزم بالنظام الغذائي، بيعمل رياضة وبينقص من وزنه، ده في أمل إن هو يخف من السكر؟ يعني ممكن حد يجيله السكر ويرجع تاني السكر يبقى بتاعه تمام؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا. يعني هل في، يعني إحنا على طول نقول لمريض السكر جالك سكر هتعيش طول عمرك عندك سكر. النظرة دي بتتغير في العالم الآن، يعني الآن بعد الأبحاث الكبيرة، أعتقد في كذا محاضرة في المؤتمر هنا على الكيور اوف دايبيتس، الشفاء من السكر، خاصة النوع الثاني. النوع الأولاني فيه مشاكل كبيرة، النوع الأولاني اللي هو بيجي الأطفال، أما النوع الثاني اللي هو النوع الوراثي اللي بيجي للناس التخان والعائلات والكلام ده، في يعني زي ما أنا عاوز أقول في أمل كبير جدا في السنوات القادمة إن شاء الله إنه يبقى مرض بيشفى. ليه؟ وجدوا الحقيقة الناس اللي عملوا عمليات جراحات السمنة وخسوا وكان عندهم سكر، لهم شفهم السكر تماما، فبدأوا يعملوا برامج الحقيقة. وكان لي حظ ان انا يعني شاركت في بعض البرامج مع الأستاذ الدكتور أسامة حمدي اللي هو أستاذ في جامعة هارفارد ومدير وحدة السمنة في جوزلين اللي هو أكبر مركز سكر في العالم، وعملوا يعني برنامج رياضي وتغذية سليمة وبعيدا تماما عن الجراحات، ونجحوا نجاح كبير جدا ان هم يشفوا ناس من السكر بدون استخدام أدوية، بدون مزيد من الأدوية. بعضهم كان بياخد انسولين وكان بياخد جرعات متعددة من الانسولين في اليوم، ولما نزل وزنهم نزول واضح، يعني ايه نزول واضح؟ برضو يعني اكتر من 10-15% من وزنه بدأ ينزل. كل ما بينزل وزنه اكتر بطريقة رياضية سليمة، كل ما عنده فرصة ان هو يشفى من السكر تماما، وممكن ما عادش ياخد علاج حتى لو كان بياخد انسولين. لكن كل ما كان لجؤنا لهذا البرنامج مبكرا
يعني عند اكتشاف السكر مبكرا كلما كانت فرصة الشفاء أكتر. كلما كانت فرصة الشفاء أكتر. فنصيحة الحقيقة الرياضة مهمة جدا. ما نش قادر أجري أمشي. لا يمكن ما يعني الحقيقة دي نقطة بنصح بيها نفسي وبنصح بيها كل الشعب المصري. امشي اتحرك خليك نشيط. صح كده. ميرسي يا دكتور جدا على نصايح حضرتك، اخذنا من وقتك كتير. شكرا جزيلا.